السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجدير النباتات في المنزل. إذا كنت تشوف هذا الفيديو لأول مرة أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلك كل جديد. موضوعنا اليوم رح نتكلم على نبات الأنتوريوم وطريقة العناية بهذا النبات من حيث الأضاءة والتسميد وكذلك الري وطريقة الإكثار. يعتبر نبات الأنتوريوم من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، الأوراق تكون خضراء قوية النسيج على شكل قلب كبير، والأزهار تشبه الأوراق لكن تختلف بلونها الأحمر النقي، وتعتبر من نباتات الظل تزهر معظم أوقات السنة. نبات يحب الرطوبة، يجب أن تكون التربة دائما رطبة حسب حرارة الجو وحسب نوع التربة، ويفضل دائما استخدام تربة البيتموس الخفيفة أو تربة الكومبوست، أو ممكن نخلط التربتين مع بعض حتى يستفاد النبات من الفيتامينات اللي موجودة في التربتين. طريقة عمل البيتموس والكومبوست نزلت فيديو سابق طريقة عملهم في المنزل، يحب يراجعها موجودة ومثبتة على القناة. نبات يحب تربة جيدة التصريف حتى صرف الماء الزائد عند ري النبتة. يفضل ري النبات مرة أو مرتين في اليوم في فترة الصيف حسب نوع التربة، وفي الشتاء مرة واحدة تكفي. تسميد النبات يفضل دائما استخدام الأسمدة الطبيعية حتى يكبر ويان النبات بصورة صحيحة. بإمكانكم استخدام سماد الـNPK كل 20 يوم مرة إذا كان الـNPK الطبيعي أو الـNPK اللي تشتروه من المشاتل. طريقة الإكثار يكون أما عن طريق البذور أو عن طريق التفصيص أو التقسيم. الإضاءة يحتاج النبات إلى إضاءة جيدة، ويفضل وضعه بالقرب من النافذة حتى يحصل على الإضاءة الكافية. طريقة الإكثار راح ناخذ النبات مكاثرة عن طريق التفصيص. هذه هي النبتة، كان استخدام السكين حتى نستطيع أن نفصله عن بعض، لكن ننتبه على الجذور. فصلت إلى شتلتين، أنا عندي تربة ميتموس مع الكومبوس خلطتهم مع بعض. ضع النبات بهذا الشكل، أنا حصلت على شتلتين من نبات الأنتوريوم. طريقة جدا سهلة وبسيطة. إذا عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.